كابتن طارق، انا عايز اسالك على حاجه مهمه جدا وفرصه وانت معايا، ونحن على وشك الاعلان عن قائمه مصر لكاس الامم الافريقيه. احنا دايما بنقول محمد الشناوي موجود وان شاء الله يبقى هو حارس اساسي لمنتخبنا في كاس الامم الافريقيه، بس بنقعد نحتار كتير فيما بعد محمد الشناوي. هل انت محتار زينا ولا انت شايف في حراس هم دلوقتي جاهزين؟ هو طبعا في فرق كبير بين الشناوي وبين اقرب منافسيه، فريق كبير التوقيت الحالي وقبل كده، وانا بقول دايما الشناوي هيستمر في اساسي منتخب مصر فتره كبيره، لان الشناوي بص يا كابتن كريم، الشناوي بص كوره بس، الشناوي عقليه متميزه، عقليه فريده جدا في التعامل مع انه ازاي بيتعامل مع الكوره، بان هي دي حياته سواء بقى جوه الملعب وبره الملعب، ففي تفاصيل كتير احنا بنبقى عارفينها. تمام. انما لو بنتكلم بشكل عام بقى طبعا على الفتره اللي جايه دي، الشناوي يبقى معاه مين في بطوله افريقيا؟ احمد الشناوي مصاب. احمد الشناوي طبعا مصاب. صحيح. طيب الراجل فكر الراجل، انا هنتكلم وهنختار بفكر الراجل. تمام. مش فكرنا. تمام. بمعنى ايه؟ الراجل بيحب حارس مرمى كبير واحد بس مع الشناوي، وحارس مرمى يبقى سنه صغير. مظبوط. طيب تعال نشوف دلوقتي حراس المرمى اللي على الساحه، سنهم كبير والاقرب يبقى موجود مع محمد الشناوي هو محمد بسام. محمد بسام او علي لطفي. تمام؟ انا بتكلم على المستوى اللي بيتقدم الفتره الاخيره بالنسبه لمحمد بسام، بيقدم مستوى مع سيراميكا، بيقدم مستوى كويس جدا. صح. وراح منتخب قبل كده وكان موجود في منتخبات اولمبيه قبل كده. مظبوط. طيب انا ده رايي انا. فاهم. ان يبقى موجود مع لو احمد الشناوي موجود، ممكن احمد الشناوي يبقى هو اللي موجود، ليه؟ احمد الشناوي عنده خبرات دوليه قبل كده، ولعب مع سيراميكا ولعب مع بيراميدز ماتشات في بطوله افريقيا، يعني عنده مخزون كبير جدا من اللعب في ماتشات افريقيه، ولعب بطوله افريقيا 2019 لما اتصاب ونزل حضري. فانا طبعا الشناوي كمان الشناوي احمد الشناوي مصاب، يبقى محمد بسام. وانا برضو لما نيجي نتكلم على حارس صغير، لو مصطفى شوبير عنده نسبه مشاركه اعلى شويه، يعني انا مصطفى شوبير مباراه ولا اثنين واخده بطوله كبيره. انا شايف اللي يروح محمود جاد. ان انا اضطريت، لو انا معانا محمد صبحي بيلعب في نادي الزمالك وما عملش المشكله اللي حصلت الاخيره دي، كان محمد صبحي يبقى رقم ثلاثه موجود، وكان اوقات في الفيتوريا كان بيحط رقم اثنين. في الماتشات الوديه كان بيحطه، ما كانش بيحط احمد الشناوي. طيب انت فاكر سؤال اخر؟ سؤال اخر يا كابتن طارق مهم جدا. لو تفتكر البطوله اللي فاتت اصيب الشناوي واصيب ابو جبل وبعد كده لعب محمد صبحي، هل في بطوله زي دي تاخد ثلاث حراس ولا تاخد اربعه؟ بص، البطوله اللي احنا بنتكلم عليها دي انا رحت فيها، انا رحت بدات اول مباراه مع نيجيريا. كان طبعا ابو جبل، وكان ابو جبل كان عنده كورونا. صح. وكان موجود في البطوله دي كان محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمود جاد، كان موجود يعني. وبعدين ابو جبل جه مع الحضري بعد ما الحضري خف، فبقى موجود اربعه. فطبعا هو طبعا اربعه طبعا يعني في النهايه طبعا بتبقى راجعه لقرار مدير فني، لان هو بيبقى محتاج هل ياخد حارس مرمى زياده ولا يفضل ياخد لعيب. نسبه مشاركه الحارس الرابع اكتر من ان يشارك لعيب موجود في القائمه، بس هي ريسك. طبعا حارس رابع دي يعني ايه، ما بتحصلش كتير يا كابتن كريم. لا اقصد ريسك انك يا كابتن طارق لعب والحارس الثالث لعب، بس بقت ريسك انك تاخد ثلاثه يعني دلوقتي. يعني طبعا يعني مش ريسك عالي قوي. النهارده انا لما ابقى عندي مراكز 10 مراكز، اصل انت فاكر انا فاكر يا كابتن طارق، حتى في 2017 لو تتذكر معايا احمد الشناوي اصيب، شريف اكرامي اصيب، والحضري ساعتها اللي لا وساعتها الحضري 2019 17 كانت 17 ولا 19 والحضري كامل البطوله كلها. دي كانت 17 يا كابتن طارق. 17 دي كانت 17. برافو عليك. اي مظبوط. وبعدين البطوله اللي فاتت حصل حاجه مشابهه، ان محمد ابو جبل اصيب وقبليه الشناوي، وبعد كده لعب حتى محمد صبحي. هو طبعا بص زي ما بقول لك كده، هي طبعا انا عايز امن نفسي قوي بناخد اربع حراس مرمى. زي ما بقول لحضرتك كان موجود اربعه البطوله الاخيره، كان موجود اربعه، كان موجود ثلاثه، كان موجود اربعه، توش كان موجود معاه اربعه. انا لما رحت اول مباراه مع نيجيريا كان موجود ثلاث حراس مرمى، وبعدين ابو جبل دخل مع الحضري بعد كده. عظيم. فطبعا هي تبقى يعني الامان قوي ان انا بامن نفسي وبقاش في ريسك عليا تاخد اربعه، يبقى متواجد اربع حراس. صحيح.